خلاص انا شايفها. ايه انت قابلتي عائلات بقيه الضباط اللي ماتوا؟ هو حضرتك عارفه ان في ضباط ماتوا بنفس الطريقه؟ وعارفه ماتوا ليه ومين اللي قتلهم؟ لو سمحت عايزه نقيب طارق بغلاب. ايوه سعادتك فندم، في واحده دخلت المبنى من غير تصريح دخول. انا كنت بحترم حضرتك جدا. طارق بيه، انا عارفه مين اللي بيقتل الضباط وبيقتلهم ليه. الاستاذ بيدور على المجموعه الكامله ليوربيدس، يا ريت لو حضرتك تساعديه. مدام رحمه ست متجوزه وجوزها بيشتغل ظابط. شوف لي حاجه طازه حبيبي. حبيبي المقدم ماجد العزيزي؟ لا طبعا مستحيل. الحق انت بس انشري الموضوع قبل اي حد تاني ما يسبقك. والله لو وريك يا باشا. طب عايزه تقابلي وتصاحبي براحتك، بس على الاقل ما تاخديش بنتي معاكي. سيف ممكن يكون ما بيقدرش الجمال لانه اعمى. أخته هي الحلقة الضعيفة اللي ممكن نشتغل عليها. مش عارف أوصف لكم كنت حاسس بإيه ساعتها. رفعت عيني تاني وبصيت له لقيته إنسان. زي أي إنسان. مجرم طبيعي ما هواش الأسطورة اللي بيحكوا عنه. مريض ودوال قتل على إيديه. بس بعد ما يتحايل عليا الاول ان ارحمه واقتله. شكل الصياد وهو بيموت كان اخر حاجه اشوفها قبل ما اتعمي. لا ولا يهمك سيادة النقيب، تعال انا نازل. تعال طبعا نازل. طالع ايه؟ اسف يا باشا بس نسيت حاجة في بدك. بس خلي بالك بقى. ايه يا باشا؟ شفته يا باشا، شفته وكلمته، خرج من الخلفية يا باشا هنا في المبنى. يا ابني انت مش هتعقل ابدا، مين ده؟ صياد يا باشا. ايه؟ ايوه يا ابني، عايز قوات تتحط على كل باب في المبنى لحد يدخل ولا يخرج. المبنى كله يتقفل، لو خلق من ايديكوا هحولكوا كلكوا للتحقيق. خلي بالك المجرم مسلح. وقع في ايدينا. Thank you.
بعد اذنك بس هسجل اللي احنا نقوله ده عشان نستخدمه في التحقيقات. عندك مانع؟ انا ما عنديش مانع، بس انت لازم تخلي بالك. خلي بالي من ايه؟ ان مفيش حد في الدنيا دي كلها محل ثقه. انت واثقه فيا؟ عشان انا ما عنديش حل غير ان انا ابقى واثقه فيك، او انا محتاجه ابقى واثقه فيك. خلاص ان شاء الله بس ابقى عند حسن ظنك. بس انا اسالك سؤال يعني شخصي برا الموضوع. هتسجله يا ستي؟ لا اهو. انت بتعملي كده ليه؟ مش فاهم. الموضوع ده برا تخصصك، ملوش علاقه بشغلك يعني. بالعكس ده ممكن يضعف موقفك في القضيه اللي ناوي ترفعها على جهه التحقيق اللي هي احنا يعني. طارق بيه، هو انت بتشتغل الشغلانه دي ليه؟ افندم انا عارفه ان انت مش مستني ان انا اجاوب على سؤالك بسؤال، بس انا عايزك تجاوب عشان لما اقول لك انا بعمل كده ليه ما تحسش ان انا ببالغ. ماشي، هرد عليكي زي ما بنقول لما بنقدم في الكليه، هي الاجابه تبان رسمي ومش حقيقيه بس في الاخر هي بتلخص. طب وليه بتلخص؟ ما تقولي بالتفصيل، انا عندي وقت اسمعك. هو انت بتحققي معايا ولا ايه؟ انا بس محتاجه ابقى واثقه فيك اكتر. يعني ايه اختفى؟ وحماد اللي تحت بيعمل ايه؟ خلي مجموعة تدور عليه هنا ومجموعة تانية تطلع وراه. المنطقة اللي حوالينا عايزها هتتقفل وتتفتش كلها، مش عايزكوا تسيبوا فيها خرب يا ابنك. هنعمل ايه سعادتك؟ انت هتطلع دلوقتي تشوف لي كاميرات المراقبة سجلت ايه وانا هحصلك. هاي يا ابني اديني مكتب اللي هو شهاده. انا اشتغلت الشغلانة دي عشان انفذ القانون بس، ده اللي انا فاكره. ده اللي انت عايز تقوله لي دلوقتي، وانا هكتفي بهذا القدر. انا كمان عايز احقق القانون ده، مش لان القانون بيضمن تحقيق العدل بشكل كامل، لكن هو اقرب حاجه لتحقيق العدل. انا مش فارق معايا مصلحتي الشخصيه ولا حتى ان انا اكسب قضيه او اكمل فيها. انا كل اللي يهمني ان العدل يتحقق، وان اللي خالف في القانون ياخد عقابه، وان ليه حق ياخده بالقانون. عشان كده عندك استعداد تبلغي عن الناس اللي موكلينك في القضية وتقولي أسرار جريمة هم ارتكبوها؟ وعشان كده عندي قضيتين عايز ارفعها، واحدة عايز ارفعها على جهة التحقيق عشان اضمن حق الناس اللي ماتت، والتانية بقى عايزها تتفتح عشان اللي غلط ياخد جزاؤه بالقانون برضو. طارق اهلا. في ايه؟ الحمد لله مش عايزك في مكتبه حالا يعني؟ اه خليك هنا ما تمشيش، انا راجعت. حذر واجب برضو. وايه؟ في ايه؟ يا ابني فهمني. طيب ايه ده؟ فرق عندنا اجتماع حالا. ولما يعرفوا الحقيقة؟ أنا أعمى. يعني إيه؟ من حقك تخبي؟ من حق أغلط. بس دي مش غلطة. بالعكس، دي أول حاجة صح أعملها من سنين. ومتوقع لما تعمل كده هيحصل إيه؟ هترتاح؟ مش متوقع أي حاجة، وما بفكرش إيه اللي هيحصل بعد كده. اللي يحصل يحصل، مش مهم حتى أكون مستعد. خليكي هنا دقيقة واحدة ورجع لك. حاضر. عرفت انت مين؟ ايوه. برافو عليكي.
مساء الخير. اهلا، ازيك؟ مش معقوله الصدف دي. تعرفي لو ما كنتش انا اللي جيت على هنا كنت قلت انك ماشيه ورايا. انا اسمي تامر على فكره. اهلا يا استاذ تامر. يا ترى لقيت الكتاب اللي بتدور عليه؟ اه الحمد لله، بس المشكله بقى اني بكره هحتاج ادور على كتاب تاني وهحتاج مساعده تاني. دوامه كده ما بتخلص. هو انت ساكنه فين؟ في مصر الجديده. مش معقول انا كمان ساكن في مصر الجديده؟ صدفه غريبه. طيب بصي بقى يا مدام رحمه، انا هعتبر حضرتك زي اختي، ومن هذا المنطلق اسمحي لي ان انا اوصلك. لا ميرسي، شكرا. لا متشكره، ده ايه؟ على فكره يعني انا معايا اختي في العربيه مش لوحدي، ولو هي في مكانك وزميل فاضل زي حالاتي كده طلب منها انه يوصلها، انا عن نفسي مش هتضايق ولا همانع اطلاقا. مفيش داعي للتفكير كل ده. اتفضلي. يلا يا جميل، الزبون وصل. ما تخلي بالك من ألفاظك يا سيد قدام البنت. ألفاظي؟ أنا قلت حاجة غلط؟ ده أنا العيبة عمرها ما تطلع مني. آه عشان قلت زبون يعني؟ لسه صغيرة ومش هتاخد بالها، هتفهم يعني إن في حد جاي يبيع لك حاجة. وبعدين معلش الكار يحكم برضه. وأنت عايز نعمل إيه دلوقتي؟ خلص. أنا برضه اللي هقول لك تعمل إيه؟ ده اسمه كلام. ده حتى تبقى عيبة قدام البنت. وبعدين ده انت استاذه، اكله حلوه، برفانك الجميل، وتروحي له. خساره، خساره ان الراجل ده اعمى، والا كانت النظارات عملت شغل برضه، كانت سهلت المسافات. ماشي يا سيد، بس انا بقى لو سمحت عايزك تمشي من هنا دلوقتي، عشان انا مش عارفه اعمل اي حاجه. طول ما انت حاشر نفسك كده في الموضوع ومتدخل في كل حاجه انا مش عارفه اتصرف. وبعدين خلي الموضوع يمشي طبيعي عشان اخلص واخلصكم. ماشي، بس يا ريت تدوري على الورق بتاع القضيه اللي قلت لك عليه، جايز نلاقي فيه اللي احنا عايزينه، وساعتها يا جميل ترتاح من اللف والدوران. الفتره اللي جايه احنا محتاجين تعاون كبير مع سيف. طارق انا عايزك تقابله كل يوم لو تقدر. تمام يا فندم. ولا ايه يا باشا؟ اه طبعا، وخصوصا بعد اللي حصل النهارده سيف لازم يبقى معانا على طول. انا شخصيا شايف ان احنا لازم نشركه في التحقيقات. ايوه بس هو ما قالناش الحقيقه. هو قال اللي شافه. ازاي حمدي مجرم زي ده يبقى هنا ويفلت منكم؟ مفيش عذر يا فندم باستثناء المفاجاه، هو لما زوغ منهم نزل في منطقه الكاميرات مش جايباها واختفى، وما عرفناش اختفى فين وازاي، كانه فص ملح وداب. طارق كلنا وانا شخصيا مدين لك باعتذار. العفو يا فندم، على ايه سعادتك؟ يمكن لو كنا سمعنا كلامك من الاول كنا انقذنا ناس كتير من اللي ماتوا. ما قلتليش يا طارق، ايه رايك في اللي حصل؟ من ناحيه ايه سعادتك؟ تفتكر السيد كان هنا ليه؟ يا فندم انا دخلت معاهم الاسانسير، اكيد جاي ينتقل من الرائد سيف. انا بسال طارق. الحقيقه يا فندم الكلام اللي بيقوله وائل منطقي جدا. يا نصفني. اللواء سامي هيكون معانا بنفسه في الفتره اللي جايه، والبيانات اللي بعتها سيف عن الصياد كلها انا امرت انها تتوزع على الاقسام والمديريات. عايزين نخلص من مريض الرجاله، عايزين نخلص من الكابوس ده. اتفضل. ان شاء الله. طارق. ايوه يا باشا. مالك كنت قاعد ساكت؟ مش عادتك؟ لا ابدا، انا بس بحاول انفذ تعليمات سعادتك. انت هتصيح عليا يا طارق؟
يا باشا انا عمري قلت لك اي حاجه في اي وقت وطلعت غلط؟ رد عليا يا باشا، انسى خالص ان احنا شغالين مع بعض، كلمني بصراحه انا غلطت في ايه وامتى؟ احنا مش اتفقنا ما نتكلمش تاني في الموضوع ده؟ يا باشا انا شايف بعيني ماجد بيدي معلومات لناجي الخليلي، يعني انا ما متبلاش عليه، مش عايز البسه طعمه وخلاص. عموما يا باشا اللي انا عايزه تم وكل اللي قلته طلع صح، يعني خلاص المفروض انا ارتاح واسكت دلوقتي. يعني انت عايزني اعمل ايه؟ مش يمكن ده جزء من اتفاق معين بينه وبين اللواء سامي؟ مش يمكن ناجي الخليلي نفسه مخبر شغال معاه؟ ممكن، ممكن يا باشا، بس بعد اذن سعادتك، يعني انا مش ناوي اطلع اي حد على اي معلومه اوصل لها الا سعادتك طبعا، وانا متوقع ان سعادتك مش هتشارك حد في التحقيق الحقيقي اللي انا النهارده قربت اوصل فيه نتيجه. نتيجه ايه؟ هبقول لسعادتك لما اوصل ان شاء الله. بعد اذنك يا باشا. خليك انت يا عم ابراهيم، افتح انا. ازيك؟ اهلا، اتفضلي، انا مش لوحدي، عم ابراهيم موجود. لا لا لا، انا مش عايزه اشغلك، انا كنت جايه للمره الثانيه عشان اشكرك على، قصدي يعني اشكرك على الشقه ومساعدتك ليا كل حاجه. يعني يا ست انا ما عملتش حاجه، انت بتبالغي جدا يعني. لا والله حضرتك مش عارف انت خدمتني ازاي، عشان كده انا جايبه لك حاجه بسيطه كده، بس يا رب تعجبك. مسقعه باللحمه المفرومه. ريحه شاي. شكرا. العفو سي. هو انت مش محتاج اي مساعده؟ مش عايز تفضي الكراتين دي؟ لا متشكر، مش عايز افضي الكراتين دي. ليه بقى؟ مش محتاج الحاجات اللي جواها؟ مش محتاج الحاجات اللي جواها، وفي نفس الوقت ما اقدرش ارميها. الكراتين دي فيها حياتي كلها، كل القضايا اللي اشتغلت فيها، وكل الادله اللي وصلت لها، كل المجرمين اللي مسكتهم، كل حاجه. ياه ده انت كنت نشيط قوي. يعني طب انا كنت عايزه اكلمك في موضوع، بس هو ممكن يكون شخصي، اصلا انا مش عايزه اشغلك. لا ارجوكي اشغليني. تشغليني ايه وانا ورايا حاجه؟ اصلا انا قابلت مدام عليا في الكافيه، وبعد كده جينا على هنا، كنا بنتكلم عادي جدا يعني، وفجاه قلبت عليكي وزعقت لك واتهمتك انك عامله عليها مؤامره، بعد كده خدت بعضها ومشيت ورزعت الباب وراها. هي حكيت لك؟ لا هي اختي. النهارده بالليل او بكره الصبح بالكتير هتيجي تتنحك فيكي عشان ترجعي تكلميها تاني. والله ده انا غلبانه قوي، انا ما صدقت يكون ليا معارف في المنطقه. طب هو في حاجه معينه يعني بتضايقها؟ اصلا انا كنت بتكلم معاها بحسن نيه، وجبت لها سيره الاسم شريف عباس. بس دي حاجة تضايق فعلا. يا خبر، وانت عرفتي الموضوع ده منين؟ ابدا، احنا كنا بنتكلم عن عني. كنا بنتكلم عنك، وقلت لها ان انا قريت الاسم ده في الجورنال. طيب حصل خير، بس ما تجيبلهاش السيرة دي تاني. حاضر، بسيطة. بنت حضرتك حبيبتي. احنا اسفين، اصل انا كنت سايباها لوحدها. لا ابدا مفيش حاجه، ربنا يخليها لك. Thank you.
تضحك على ايه؟ العمى نعمة. ازاي يعني؟ اصل ما شفتش شكلها ولا شكل بنتها. فتقدر إن... اقدر اشوفهم زي ما انا عايز، اقدر اخليهم يعيشوا تاني. انا طبعا عارف ان ده مش صح، وانه مش صح كمان ان انا امشي ورا المشاعر دي، بس يعني لما اغلط ما انا بني ادم برضو. انت ما يتخافش عليك، كل ده وبرضو ما منعكش ان انت تشك. طب غلاب. اتفضل تعالي يا لبنى عودي. يستحيل يستحيل اي كلمه من الموضوع ده تتنشر علشان مفيش مصدر موثوق منه واسمه مكتوب على الموضوع. يعني صرح فلان الفلاني، غير كده الجورنال ده يتقفل ويتشمع يا لبنى. ليه يعني؟ مش فاهم. ليه يعني؟ انت بتفكري ازاي؟ بص يا لبنى، احنا لو نشرنا الموضوع ده وفي اي حاجه غلط، اصغر محامي هيرفع علينا قضيه ويودينا كلنا في 60 داهية، وانت قوينا، فحماية ليكي لازم تشوفي مصدر موثوق منه يقول ان الكلام ده تحت مسؤوليته، او غير كده تنسي الموضوع ده كله. اتفضلي يا استاذة. الو، بقول لك ايه، الموضوع مش هينفع يتنشر الا اذا كتبت المصدر. يعني ايه؟ يعني اسمك لازم يتكتب. لا ما ينفعش، ما ينفعش ان اسمك يتكتب. ايوه بس كده الموضوع يبقى انتهى. طب انا عندي حل، في زميل تاني ليا اسمه ممكن ينزل على الموضوع، ما فيش اي مشكله. اشمعنى؟ لان هو اللي شغال في القضيه، ولو انا اسمي اللي اتكتب هيقولوا ده عايز ينسب الموضوع لنفسه بقى والكلام اللي انت عارفاه ده. طب وهو ما عندوش مانع؟ طبعا ما عندوش مانع، ده هو اصلا مصدر الموضوع. وعلى فكره بقى، هو اللي قال لي اكلمك عشان العلاقه بينكم ما تكونش قايمه على المصالح. وائل. وائل، اكتبي اسمه، اكتبي اسمه على ضمانتي، مفيش اي مشكله. انت متاكد؟ ايه اللي متاكد؟ وهدي لك تفاصيل اضافيه تزوديها لو عايزه. ماشي. سلام. سلام. ماشي، حاضر سعادتك، حاضر ان شاء الله. مع السلامة. ايه يا باشا، لسه هتروح لهم تاني؟ فين؟ هناك في الجهاز ده. والله مش عارف، بس اكيد هتتكرر. الظاهر يا عم ابراهيم بقى ان العيب مش مننا، العيب في الشغلانه نفسها، اللي بيشتغلها ما بيقدرش يسيبها. عايز تقول حاجه؟ والله والله كنت لسه هدعي لك ان ربنا يتوب عليك. ماشي. معلش بقى، انا ما لحقتش اطبخ حاجه النهارده، تحب اكلمهم في الكافيه يبعتوا لك اكل؟ لا. طب اطلب لك اكل من بره؟ لا لا، خليني انا شويه كده وهقول لك انا عايز ايه، انا مش جعان دلوقتي. في ايه يا ابراهيم؟ انت عايز تقول حاجه من الصبح عمال تفرك، اتكلم. عايز اشوفك مستقر وسعيد، واشوف واحده جنبك تشوف طلباتك وتعيش معاك. ما هو اللي انت مش واخد بالك منه بقى، ان لو واحده زي دي جت هتاخد مكانك،
وساعتها انت مش هتبقى هنا عشان تشوفني انا مستقر وسعيد، مش كده ولا ايه؟ وماله يا ابني، ده انا اهم حاجه عندي اني اطمن عليك. ربنا يخليك ليا. مجموعه من الضباط، الرائد عبد الحميد البشوتي، مقدم نور الدين، مقدم صلاح عبد الحي، مقدم ماجد العزازي، والرائد سيف عبد الرحمن. ده بالاضافه لدكتور المخ والاعصاب النيجيري، واللي معظمهم اتقتل في جرائم القتل الاخيره اللي اتنفذت بنفس الشكل وتقريبا لنفس السبب. تعرفي ايه عنهم يا استاذه؟ وايه العلاقه اللي بينهم وبين بعض؟ وليه في حد بيقتلهم؟ الموضوع ليه علاقه بتجاره السلاح. يعني هما كانوا بيحاولوا يقبضوا على تجار سلاح فبينتقموا منهم؟ لا، انا قصدي اقول ان الضباط دول كانوا بيتاجروا في السلاح. واللي بيقتلهم منافسين. هو انت بتعرفي الحاجات دي ازاي؟ طليقه عبد الحميد البشوتي زارتني في مكتبي وقالت لي ان اللي حصل خلاهم يتطلعوا ان جوزها بدا يتغير، بدات تشك في تصرفاته، بقت تصرفات مريبه، مبالغ كبيره بتجيله من مصادر غير معلومه، بيسهر كتير وبيسافر كتير، لدرجه انها بدات تشك ان هو على علاقه بواحده غنيه، ولما الخلافات زادت بينهم قوي اضطر ان هو يقول لها. انت كنت كلمتيني عن خليه سريه او مجموعه من... ايوه، دول الضباط اللي كان ممشيهم ضابط كبير بتمويل من دكتور المخ واعصاب، وشريك كده محدش يعرف عنه اي حاجه لحد دلوقتي، كونوا خليه او زي ما تقول كده عصابه. في البدايه كان ليهم انشطه مختلفه، كانوا بيقدوا خدمات لرجال اعمال وسياسيين، والحكايه كانت واخده شكل امني او رسمي. بس قطاع خاص. ايوه، على حسب ما فهمت بعد كده ان هي تحولت لقطاع خاص. والعمليات الامنيه بقت نوع من البلطجه. بالظبط، لغايه ما ابتدوا يشتغلوا في السلاح، والموضوع اتطور وبسرعه، وبقوا بيعملوا حملات على بلطجيه ومخازن سلاح، وبيصادروا اللي يلاقوه ويبيعوه بعد كده لحسابه. وبعدين قابلوا ناجي الخليلي في أسوان. مش عارفه ناجي كان عايز يشغلهم تحت جناحه ولا ايه، وكان عايز يحتكر بيهم السوق ده بالكامل. بس قبل ما يبتدوا ظهر منافس قوي جدا، الصياد. كل العمليات اللي حاولوا يعملوها كان في حد بيبلغ عنها، او بلطجيه بيهجموا عليهم في وقت التسليم وبيبوظوا كل حاجه. ولما استمروا بالرغم من كل ده ابتدى يصعد الموضوع وقتل اسره الرائد سيف عبد الرحمن. سيف من الاول كان مكلف انه يوصل للصياد عشان يقضوا عليه، لانه مش عارفين لا ينفردوا بالسوق ولا حتى يشتغلوا عادي. بعد اللي حصل لاسره سيف عبد الرحمن بقى الموضوع شخصي بالنسبه له. يا نهار اسود. انا كده المفروض بقدم على معاش مبكر. ها يا باشا، جزء من تمويه ده برضه ولا سعادتك ايه رايك؟ اسكت خالص يا طارق، الموضوع ده لو وصل للصحافه هتبقى فضيحه دوليه. يعني نعمل ايه دلوقتي؟ نروح ندور على اللي بيقتلهم ولا نقبض عليهم هما؟ ولا كاننا عرفنا حاجه يا باشا. نستخدم، مش مصدق ان سيف ممكن يعمل حاجه زي كده. اسلحه؟ والله يا باشا انا معرفش هو متورط في الموضوع ده لحد فين، معرفش اصلا اذا كان انحرف ولا لا، بس كل ده ما يهمنيش. كل ده ملوش علاقه بالموضوع الاساسي اللي احنا عايزين نوصل له. اللي هو ايه يا ابني؟ معلش انا فقدت التركيز تماما. الصياد يا باشا. سيف كان عارف ان الصياد لسه عايش وما قالناش، عايز يوصل له هو الاول قبل اي حد، عايز ينتقم بشكل شخصي. يبقى نراقبه. لا، ننسى موضوع السلاح ده خالص، ما يلزمناش وما يلزمش حد انه يعرفه، وموضوع مشيره دي سيبوها لي انا هتصرف معاها. الموضوع ده هيفتح علينا ابواب جهنم كلها. نادي شغاله مع ظابط كبير، وبقوله كان لهم شريك، والله اعلم هيطلعوا مين دول. كل حاجه في وقتها سعادتك يا باشا، المهم دلوقتي ان احنا نبقى مركزين مع الخطوه الاولى لينا. اللي هي ايه؟ اللي هي ان احنا نقنع سيف انه يدور معانا وما يدورش لوحده، حتى لو اضطرينا ان احنا نتفق معاه ان احنا ما نفتحش الملف ده تاني. يعني مرة تانية سيف هو الحل الوحيد للمشكلة دي. احنا لازم نزود عليه الحراسة. الصياد دخل هنا وكان ممكن يقتله. والله مش عارف يا باشا، بس انا ما بقتش اخاف عليه زي الاول. محدش عارف مين هيوصل لمين الاول. ممكن في لحظة تلاقي الصياد ده هو الفريسة.
اهلا يا كبير، يا اهلا، منور يا كبير. سعادة الملك، ويلكم تو ايجيبت.